في حكايات الناس قصص، وفي تفاصيلها تتكشف أسرار ظلت دفينة لأسابيع لشهور وربما لسنوات طويلة. وفي ثنايا تلك القصص المرعبة المخيفة عمليات قتل، انتقام، وفي حالات هي تهيؤات وتخيلات تسيطر على أصحابها. هذه الوجوه الكريمة وهذا الخلف الصالح أمامنا، بغي مرشدون أن نستمع لمن جاءكم من الرباط ومن غير الرباط ليقول لكم ولروحكم الطاهرة كلمة في حقكم نضاليا وجهاديا وأخلاقيا وأبويا وصديقا ورفيقا. نودع اليوم إلى دار البقاء أخا عزيزا وصديقا وزميلا الأستاذ عبد الصادق بن عيسى، الذي عشت معه تجربة مهنية امتدت لأزيد من 40 عاما. عبد الصادق بن عيسى من الوجوه الإعلامية البارزة أثاث المشهد بطاقاته وكفاءاته بقدرته المهنية، لقد ترك بصمة لا تمحى طيلة أكثر من 40 عاما من العطاء. وداعا عبد الصادق بن عيسى، وأنا لله وأنا إليه راجعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أخي عبد الصادق، نودعك اليوم ونحن نتذكر أنك انصدرت كثيرا بعد معاناة هذا المرض اللعين، لكي نسمع منك وتسمع منا، ونودعك باحتفالية تثبيت الصحافة لنقول لك شكرا على كل الذي قدمته لوطنك ولإعلامك وللمهنيين والمهنيات الخادمين والخادمات لهذا البلد. هذا الرجل كان صادقا، هذا الرجل تمثلت فيه دماثة الخلق، هذا الرجل كان صامتا ويتكلم، هذا الرجل كان يمثل كتلة من القيم والأخلاق التي نفتقدها اليوم أو بدأنا نفتقدها. شكرا جزيلا للجميع اللي جاو عزونا وسونا في الوفاز ديال الوالد رحمه الله. صراحة هو عزاء ليلي وعزاء الأسرة الصحفية كاملة، ربما هناك من عاشره أكثر منا احنا كأسرته وكعائلته، أنه زوال المهنة لمدة 42 سنة. إذن عزاؤنا جميعا، والله يرحمه ويسع عليه، ونسأل متابعيه أن يدعو له بالرحمة إن شاء الله يا ربي. وكنشكروا الناس كاملين اللي وقفوا معنا، الأسرة ديال الصحافة والنقابة ديال الصحافة والأسرة الصحفية كاملة. شكرا، بارك الله فيكم، الله يجزيكم بخير. في الواقع أن المشهد الإعلامي المغربي والمغاربي بل والعالمي أيضا فقد هذا اليوم رجلا من طينة الكبار، صحفيا من طينة الكبار، أخلاق عالية، دمت أخلاق منتهية
الوصف لا وصف لها على الإطلاق. الزميل عبد الصادق بن عيسى رحمه الله كان من مؤسسي إذاعة ميدان، إذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية، كان من الرواد الذين أسسوا هذه الإذاعة مع مجموعة من الصحفيين الأفداد الذين أفنوا عمرهم من أجل خدمة هذه المهنة وخدمة المجال السمعي البصري عموما. الزميل عبد الصادق بن عيسى الكل يعرفه بتقاه الإخبار الرائعة، ويعرفونه أيضا بما أنتجه مؤخرا من برامج إذاعية نالت استحسان وإعجاب الجميع. كان بارعا في الحكي وبارعا في الكتابة، كان كما يقال يكتب ويرسم بصوته. كذلك الزميل عبد الصادق بن عيسى اشتهر كثيرا في أنه كان مكونا للأجيال. هناك العديد من الصحفيين الذين يوجدون حاليا في إذاعة ميديان وفي قناة ميديان تيفي وفي باقي القنوات في المغرب الذين كونهم هذا الصحفي الهرم. رحم الله الزميل عبد الصادق بن عيسى. اليوم رجلا استثنائيا، رجلا اشتغل طيلة عقود بكثير من التفاني والنزاهة والاستقامة وكثير من الحب، وهذا ما ميز عبد الصادق بن عيسى، فقد كان راعيا لأجيال الشبابية الصحفية الصاعدة، كان معلما، رجلا مهنيا، رئيس تحرير حقيقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ولم يخلف عبد الصادق بن عيسى سوى هذا الإرث الكبير من الحب الذي شاهدناه في هذه الجنازة المهيبة. رحمك الله أستاذي عبد الصادق بن عيسى، وإنا لله وإنا إليه راجع. اللهم يا رب ارحمه فوق الأرض، وارحمه تحت الأرض، وارحمه يوم العرض عندك. اللهم ثبت عند المسألة منطقة، ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به، وألحقه بنبينا عليه السلام. اللهم أسكنه في جنات عادلة، اللهم أسكنه في دار السلام، اللهم أسكنه في جنات المأوى. اللهم يا رب اعطيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم قابله بالإحسان إحسانا، وقابله يا ربنا بالإساءة عفوا غفرنا. اللهم لا تطرده من رحمتك ولا تطرده من رجائك، واجعل يا ربنا الجنة.